بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، ما رأي الشرع في نظركم بزيادة ونستهديه في خطبة الجمعة أو غيرها؟ وهل هناك تحديدا للساعة الأولى تقريبية، تحديد يوم الجمعة والثانية؟ أقول بارك الله فيك. الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أن يزاد في جوفها شيء لا ينبغي أن يزاد في جوفها شيء. كلمة نستهديه لم ترد في الحديث، كلمة نتوب إليه لم ترد. تقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أما إذا انتهى الوارد فلا حرج أن تزيد ما ترى أنه مناسب، لأن هناك فرقا بين أن تكون الزيادة في جوف الوارد وأن تكون بعد. أما بالنسبة لساعة الجمعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام 5 أقسام، شتاء أو صيفا. القسم الأول الساعة الأولى، الثاني الساعة الثانية، وهكذا. ولهذا تختلف الساعات طولا وقصرا بحسب طول النهار وقصره. نعم.